مساكم الله بالخير متابعينا وحياكم الله في نشرتنا الجوية لهذا المساء. نشاط الرياح الشمالية والشمالية الغربية مستمر معانا الليلة. سرعة الرياح بوجه عام ما بين 10 إلى 42 كيلومتر بالساعة. فرص لأمواج عالية على فترات الليلة خاصة داخل البحر. نشاط الرياح مقتصر على المناطق الساحلية وعلى وداخل البحر. سرعة الرياح بوجه عام الليلة من 12 إلى 42 كيلومتر بالساعة. درجات حرارة في منتصف الثلاثينات منتصف هذه الليلة ما بين 35 إلى 37 درجة مئوية على المناطق البرية. متوقع أنها تصل ما بين 29 إلى 32 درجة مئوية كأدنى حرارة على المناطق البرية. 38 على مدينة الكويت في منتصف الليلة، لكن متوقع أنها في منتصف الثلاثينات كأدنى درجة حرارة. تستمر الأجواء الحارة أيضا معنا نهار الغد. نشاط الرياح الشمالية الغربية مستمر معنا. سرعة الرياح تتراوح ما بين 15 إلى 45 كيلومتر بالساعة. فرص لإثارة الغبار أيضا واردة معنا لنهار الغد، ودرجات حرارة أيضا متفاوتة ما بين 46 و 47 درجة مئوية على المناطق البرية، 45 درجة مئوية على مدينة الكويت مع سماء خالية من السحب. موعد أذان الفجر إن شاء الله الساعة 4 دقيقتين، أما شروق الشمس الساعة 5:24 دقيقة، غروب الشمس الساعة 6:14 دقيقة. ننتقل إلى الأجواء المتوقعة خلال الخمسة أيام القادمة. استمرار الرياح الشمالية والشمالية الغربية معنا ليوم الثلاثاء. فرص للغبار واردة ليوم الجمعة نتيجة نشاط الرياح الشمالية والشمالية الغربية اللي قد تصل سرعتها إلى 45 كيلومتر بالساعة كأعلى سرعة للرياح. درجات حرارة متفاوتة أيضا ما بين 44 إلى 45 درجة مئوية كأعلى حرارة على مدينة الكويت، ومنتصف الثلاثينات على مدينة الكويت ما بين 34 إلى 35 درجة مئوية. فرص السحب تبدي معنا إن شاء الله يوم الأحد، سحب خفيفة تبدي معنا يوم الأحد إلى سحب متفرقة يومي الاثنين والثلاثاء. تنتهي نشرتنا الجوية، شكرا لمتابعتكم.